السعر الحقيقي للدولار الجمركي صندوق نقد اغترابي لدعم الوطن الام النازحون على طاوله اللجنه الوزاريه اردوغان وغوتارش في اوكرانيا مساء الخير وكان المواطن تنقصه مصيبه فوق مصائبه تخربط له حسابات معاشه الذي لا يكفيه اياما من شهر كانه فاق السنه فمع الفوضى العارمه في التسعيرات جاءت الاحاديث المتضاربه عن مضاعفه سعر الدولار الجمركي ليصل الى حدود العشرين الف ليره ما يؤمن ذريعه للتجار لمضاعفه الاسعار اضعفا لكن المسؤولين يغسلون أيديهم من هذا القرار ويلقي كل منهم بالأمر على الآخر مزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع تراز الخوري تحدث وزير الاقتصاد أمين سلام عن الدولار الجمركي مشيرا إلى أن هذا الدولار يستطيع أنقاذ القطاع العام والدولة من الانهيار أوضح سلام قضية تحديد الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة أنا اليوم آه، كمان بعدني غير مخول اني ثبت انه ال 20000 هو السعر الرسمي مثل ما شفتوا اليوم دولة الرئيس تقدم بكتاب طلب لانه وزير المال وحاكم مصر في لبنان هم المخولين اثنيناتهم انه يعطوا كلمة الفصل بكيف بدنا نكفي بأي تسعيرة بدنا نبلش نشتغل واكيد وزير المال بيرجع بمرحلة لاحقة بيوضح كيف هذا الدولار بده يكون متحرك؟ وزير الاقتصاد حذر من التلاعب بأسعار السلع الغذائية المستوردة على الألف وخمسة واحتسابها على سعر الدولار الجمركي من وزارة الاقتصاد دراز الخوري صوت لبنان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عقدت مؤتمرًا اغترابيًا اقتصاديًا أعلنت فيه إنشاء صندوق نقد اغترابي لدعم الوطن الأم. التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن في سبيل إطلاق لوبي انتشاري واسع كمنصة دفاع عن وطن الأرز وصندوق نقد اغترابي كخزان عطاء بدون منة افتتح المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الأول في جامعة الروح القدس بدعوة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وبحضور ممثل رئيس الحكومة وزير البيئة ناصر ياسين وزير الإعلام ممثل البطريرك الماروني وحشد من النواب ورجال الاقتصاد من لبنان والخارج وزير البيئة الذي ألقى كلمة رئيس الحكومة اعتبر أنه لولا دعم المغتربين لما صمدنا يشكل هذا الانتشار اللبناني قوه الدعم الاساسيه التي ترفض الوطن بالدعم والمؤازره لتمرير هذه الازمه غير المسبوقه التي نعيشها. ان مبادره الجامعه اللبنية الثقافيه الى تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي الاقترابي الاول من اجل لبنان مشكوره جدا. وامل ان يتم التركيز ليس فقط على الحضور الآن للاقتراب في دعم لبنان بل على سبيل الانخراط في الورش المتعددة للنهوض كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. رئيس الجامعة البروفيسور نبيه شارتوني أعلن عن إنشاء صندوق دعم اقترابي. نقف بزهول أمام تلك الدولة في تصويب طرقها لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية المستفحلة وإيجاد الحلول التي يستعيد معها المغتربون الثقة كي يستثمروا مجددا في لبنان لان استعاده الثقه هذه وحدها كفيله في استنهاض الاقتصاد اللبناني امين عام الجامعه روجيهاني اكد ان لبنان لن ينهض الا بتعاون جناحيه المقيم والمغترب تسعى الجامعه اللبنانيه الثقافيه في العالم الى تحقيق الدعم لسياده لبنان واستقلاله كوطن وتسجيل كافه المختلبيين اللبنانيين وحمايه حقوقهم سيدة الديمقراطية. لجان علمية اقتصادية صناعية سياحية ستنبسك عن المؤتمر لمتابعة مقرراته جوزيفين أبي غصن صوت لبنان مصير طعون نيابية التي تأخر بإصدار نتائجها المجلس الدستوري وعلاقة الأمر بالاستحقاق الرئاسي موضوع تناوله مروان الأدوم في هذا التقرير تعيد عمليه التموضع في المجلس النيابي قبيل الاستحقاقات وخاصه رئاسه الجمهوريه والملفات الاصلاحيه ومنها اللامركزيه طعون المجلس الدستوري الى الواجهه كونها ممكن ان تحسم اكثريه معينه في ظل الفارق القليل في عدد النواب ما بين المعارضه والسلطه فاين اصبحت هذه الطعون بحسب الخبير الدستوري سعيد مالك بالنسبه للبيان الصادر عن المجلس الدستوري جاء نتيجه التصويب عليه من اكثر من مرجع ومسؤول حاول البيان تلميع صورة المجلس الدستوري كذلك حاول الإيحاء أنه بعيد كل البعد عن أي تأثيرات أم مداخلات علما أن بعض المعلومات المسربة على ذمة مطلقها لا تدعو إلى الإطمئنان أما لجهة الطعون فمن الثابت أنها لم تزل حتى تاريخه في الحيز الزمني المحدد لها قانونا حيث من المتوقع أن تصدر القرارات النهائية نهاية العام الجاري بأقصى حد فحتى تاريخه لا تأخير في الفصل ولا تسويف في البت ليس بغريب على السلطه السياسيه اليوم وبالاخص حزب الله والتيار الوطني الحر الضغط على المجلس الدستوري من اجل اصدار تقارير وقرارات غب الطلب تصب في مصلحتهما قبل الاستحقاق الرئاسي ومن هنا تاتي ريبه بعض القوى السياديه بحسب مالك ريبه بعض السياسيين ليس من التاخير الخاص بالبت بالطعون انما من بعض المعلومات عن مداخلات يحاول بعض من في السلطه اجراؤها مع بعض القضاه المقربين منهم، بالتالي ان صحت هذه المعلومات تكون المخاوف في مكانها، سيما مع تشكيله المجلس النيابي الحالي المتارجحه، وبالتالي اي قبول لاي طعن ام لاي رزمه من الطعون يمكن ان تقلب الاكثريه وتعطلها. اما لجهه ما اذا كان يمكن ان تكون الاحكام مسيسه، فنحن نراهن على المجلس الدستوري ونزاهه وكفاءه ونظافه كف اعضائه. وما دام القضاء بخير فالوطن بخير. السلطه بكل اطيافها والتي خسرت الانتخابات النيابيه تسعى اليوم وبكل الطرق الى تجميع اكثريه قادره على ايصال رئيس ممانع خاضع مباشره لحزب الله. مروان الدوم صوت لبنان. نتابع النشر بعد الفاصل وفيها بلديه طرابلس على شفير الهوية اهلا بكم من جديد. وجه النائبان سامي الجميل والياس حنكش كتابا الى اتحاد بلديات المتن الشمالي يطلبان فيه من الاتحاد المساهمه مع مؤسسه مياه بيروت وجبل لبنان في تامين ماده المازوت المطلوبه لتشغيل محطات توزيع المياه في المتن للحد من التقنين والتخفيف من معاناه المواطنين في المنطقه. اجتماع للجنه الوزاريه لمتابعه اعاده النازحين السوريين الى بلادهم بغياب وزير المهجرين بعد سجاله مع وزير الشؤون الاجتماعيه والتفاصيل في هذا التقرير مع مجدون عيد عبء النازحين السوريين الذين يشكلون قرابه ربع السكان والاكلاف الباهظه والتصاعديه التي يتكبدها لبنان جراء ذلك والعمل على اعادتهم الى بلدهم محور اجتماع في السراي الحكومي برئاسه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وحضور وزراء الخارجيه الدفاع الداخليه العدل والشؤون الاجتماعية وبغياب وزير المهجرين وذلك بعد السجال الذي حصل في الاجتماع الوزاري بينه وبين وزير الشؤون إكتور حجار الذي أوضح الأمر السجال اللي صار هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية من كان بموضوع الصلاحيات وإن كان بمقاربة الموضوع الموضوع بحاجة لمقاربة جماعية على مستوى اللجنة وهذه هو محور الخلاف لأنه هذا الموضوع كبير هذا موضوع منه مرتبط بوزاره واحده بس صحيح انه وزير الشؤون بحسب بحسب القانون هو المسؤول عن الملف ولكن اليوم في عده وزارات مربوطه مباشره بملف نازحين والملف دقيق وبحاجة للتاني ولكن نحن مع اي خطوه بتصير بلبنان لإعادة لا النازحين كل من يساهم في إعادة النازحين نحن معه كثافة أعداد النازحين رغم غياب الإحصاءات تشكل أعباء إضافية بحسب المعطيات أكثر من مليون ونص ونحن بنعرف بكل ما بيصير في أي تغييرات بالمنطقة أي تغييرات بالمنطقة أو أي تغيير اقتصادي السوريين بيزيدوا بلبنان الضائقة الاقتصادية ولدت مآس إضافية في غياب السياسات الاجتماعية والاهتمامات الدولية بغير المواطنين مجدرين عيد صوت لبنان بلدية طرابلس على شفير الهوية والأعضاء يختلفون على جنس الملائكة روعة الرفاعي للمرة الثانية على التوالي لم يكتمل النصاب في جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس والتي كانت متوقعة اليوم ضمن مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة هذا بالرغم من احتقان الشارع عبر الاعتصامات التي ينفذها يوميا العمال وقد لجأوا اليوم إلى تعليق المشانق وحمل نعش كتب عليه ضمير أعضاء المجلس البلدي الذين تخلفوا عن حضور الجلسات الدكتور خالد التدمري عضو المجلس البلدي أكد بأن تكليف أحمد أمر الدين من قبل محافظ الشمال ليس قانونيا ما لم يتم التوقيع عليه من قبل 11 عضوا وأكد على أن من يتغيب عن حضور الجلسات يعتبر مسؤولا عن الفوضى الحاصلة البلدية بالقرار لازم نلبي احتياجات المدينة 700 ألف مواطن مصيرهم موصول بها الحكومة المحلية اللي هي بلدية طرابلس مع الأسف كنا نتمنى من باقي الزملاء أن تتحرك عندهم هالنخوه تجاه المدينه تجاه اصوات الناخبين انه نحضره ونكمل هالنصاب شو ما كانت النتائج بالنهايه نحن حنكون يد واحده ما قبل الانتخاب وما بعد الانتخاب تدمري اشار الى ضروره الالتفات الى غضب العمال مع الاسف الزملاء اللي ما حضروا ما سمعوا لا يعني اصوات واصداء العمال اللي هن صار عندهم مطالب محقه لهالبلديه المغلقه المتعطله بسبب تعطل جلسات المجلس البلدي من اكثر من اربع شهور اليوم ما بقى في محروقات ما بقى في اليات ما عم نقدر نلبي احتياجات المواطنين واعلنت البلديه مشلوله بتاني اكبر مدينه بلبنان بلديه طرابلس باتت على شفير الهاوي حيث لا مازوت والاليات معطله والموظف غائب والعامل في الشارع يعتصم في حين ان الاعضاء يختلفون حول جنس الملائكه من طرابلس روعه رفاعي صوت لبنان أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلوفات مالية عن شهر تموز 2022 بلغت قيمتها قرابة 37 مليار ليرة لبنانية توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفصل مليون روبل للمرأة التي تنجب عشرة أولاد اعتبر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان زياره نظيره التركي رجب طيب اردوغان لاوكرانيا رساله دعم قويه لبلاده التي تواجه غزوا روسيا وياتي ذلك قبل عقد زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان الى جانب الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش في مدينه ليفيف الاوكرانيه لمناقشه تعزيز اليه تصدير الحبوب الاوكرانيه الى الاسواق العالميه فضلا عن الخطوات التي من الممكن تنفيذها في سبيل ايجاد حل دبلوماسي لانهاء الحرب في اوكرانيا. وكان قد عقد لقاء مغلق جمع اردوغان بنظيره الاوكراني استغرق نحو ساعتين حيث اشارت المعلومات الى ان اردوغان عرض على نظيره الاوكراني عقد محادثات مباشره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قتل شاب فلسطيني وجرح العشرات خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي فجر اليوم في نابلس بالضفه الغربيه اندلعت مواجهات في نابلس حينما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون قبر يوسف الذي غالبا ما يشهد اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبنتيجة الاشتباكات قتل وسيم خليفة من مخيم بلاطة وجرح العشرات ثلاثة منهم في حال حرجة وسائل اعلام اسرائيليه اوردت ان مسلحين فلسطينيين تبادلوا اطلاق النار مع جنود اسرائيليين حول الموقع ولم ترد انباء عن سقوط قتلى اسرائيليين وقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، وكان هذا الحادث الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ أنهت الدولة العبرية وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتالاً استمر ثلاثة أيام في غزة هو الأسوأ منذ أكثر من عام. أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن جنودا فرنسيين سيؤدون مهام في الساحل الإفريقي انطلاقا من قواعد في النيجر وتشاد. أكد المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الفرنسي أن انسحاب العسكريين الفرنسيين الذين يعملون ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل نهاية هذه المهمة العسكرية وكشف الجيش الفرنسي عن أن حوالي ثلاثة ألاف من عسكرييه سيظلون منتشرين في منطقة الساحل وذلك بعد يومين من إنجاز انسحابه من مالي التي اتهمت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين الإسلاميين بارتكاب أعمال عدوانية على أراضيها كما أوضح المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير جوديير أن المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي بات يتعامل مع مجموعة فاغنر الروسية طلب من الجيش الفرنسي مغادرة البلاد نهائياً بعد انتشاره فيها على مدى تسع سنوات ونصف السنة ضمن مهمة مكافحة الجماعات الجهادية وسربت باماكو رسالة لوزير خارجيتها عبد الله ديوب إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها وضع حد لما يصفه بأنه أعمال عدوانية فرنسية لا سيما جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخائر إليها. قائد قوة برخان الجنرال برونو باراتس اعتبر هذا النوع من الاتهامات مهين لذكرى 59 جنديا فرنسيا سقطوا من أجل مالي ولجميع الماليين الذين قاتلوا إلى جانب الفرنسيين وعناصر بعثة الأمم المتحدة مينوسما قضى 26 شخصا على الاقل واصيب العشرات واجلي المئات من منازلهم وقطعت الطرق واقتربت الحرائق من بعض المدن في الجزائر. حرائق تضرب 14 منطقه في شمال الجزائر واوضحت الحمايه المدنيه ان 49 حريقا مستمرا وتدخلت مروحيات للمساهمه في الاطفاء. وأوضح وزير الداخلية الجزائري أن 106 حرائق اندلعت منذ بداية الشهر الحالي ما أدى إلى تدمير 800 أكتار من الغابات و1800 أكتار من الأراضي وأكد الوزير أن بعضا من هذه الحرائق مفتعل ومع الحصيلة المسجلة أمس يرتفع عدد ضحايا حرائق هذا الصيف إلى 30 قتيلاً وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة أربعة ملايين ومئة ألف إكتار ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية وكان الصيف العام 2021 الأكثر تسجيلاً لعدد القتلى وقد لقي 90 شخصاً على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف إكتار من الغابات أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جائزة جائزة قدرها مليون روبل لكل امرأة تنجب عشرة أولاد. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما تحصل بموجبه كل امرأة تنجب عشرة أولاد على مليون روبل عندما يبلغ طفلها العاشر عيد ميلاده الأول شرط أن يظل الأطفال التسعة الآخرون على قيد الحياة. تأتي هذه الخطوة بعد سقوط عشرات الآلاف من الشباب الروس في أوكرانيا، ومتوسط أعمارهم 21 سنة، كما هاجر مئات الآلاف من الشباب منذ بداية الحرب، معظمهم أكاديميون وصحفيون ومتخصصون بتكنولوجيا المعلومات وجامعيون، كما حذرت خدمة الإحصاء الحكومية الروسية من أن عدد السكان البالغ 144 مليوناً قد ينخفض إلى 132 مليوناً في العقدين المقبلين بحسب تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، كما قالت خدمة الإحصاء أيضاً إن عدد المقيمين في روسيا انخفض 380 ألفاً منذ أول السنة الحالية في وقت توقعت فيه الأمم المتحدة أنه في أسوأ السيناريوهات قد ينخفض عدد السكان عام 2100. إلى 83 مليونا فقط بعض منتقدي الكرملين اتهموا بوتين بتشجيع النساء على إنتاج وقود للمدافع للجيش الروسي جدير بالذكر أن مليون روبل تساوي 15 ألف دولار أمريكي أخبار الرياضة مع رومان طنوس نبدا اخبارنا الرياضيه بموافقه بطل كره السله الامريكي لبرون جينز نجم لوس انجلوس ليكرز على تجديد عقد لمده سنتين مقابل 97.1 مليون دولار حتى عام 2024 وبنص عقده على خيار تمديده لموسم اضافي حتى موسم 2024 2025 اما ببطوله سنسيناتي الامريكيه للتنس حائط لعبه تونسيه اونز جابر الفوز على الامريكي كاترين ماكنيل المصنف 179 عالميا بمجموعتين لمجموعه وحده 6 3 6 4 و7 6 الى ذلك اعلن نادي اولمبيك مارسيل الفرنسي عبر صفحته الرسميه على تويتر عن تعاقده مع الظهير الايمن ايسا كابر قادما من مانشستر سيتي كما اعلن نادي ويست هام يونايتد عن تعاقده مع مدافع باريس سان جيرمان تيلو كير مقابل 10.1 مليون جنيه استرليني لمده اربع سنوات. محليا اعلن نادي الانصار الرياضي عن تعاقده رسميا مع المدافع سعد يوسف قادما من نادي طرابلس. الى نشره الاحوال الجويه. الجو اليوم مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 25 و 30 درجة الرياح شمالية غربية بسرعة بتتراوح من عشرة إلى 30 كم بالساعة ونسبة الرطوبة خمسة 55% بالمية. بكرة بترتفع درجات الحرارة شوي وبتسجل 31 أقصاها و 26 أدناها نوصل للويك أند حيث الحرارة رح تواصل ارتفاعها وتسجل السبت والأحد بين 27 و 31 درجة تنين الجو رح يكون صافي بأغلب الأحيان مع استقرار بدرجات الحرارة على ال 31 درجة أقصاها و 25 درجة أدناها النشرة انتهت يمكنكم متابعتنا على المواقع التالية فدائل دوت ام اي على الابليكيشن والسوشيال ميديا فويس اوف لبنان 100.5 شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء